كان ان عبد الله كان متابعينه الجهاز الفني، كابتن حسام البدري والجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ تابعوه بشكل كويس، وبعدين كلموني وقالوا له في لعيب من سوريا عاوزين نجيبه عندنا. كان قدمه ليهم كابتن احمد ديده ووكيل مصري قدمه لهم ان في لعيب في سوريا مميزاته كذا، وابتدوا يتابعوه ويتفرجوا عليه وقالوا لا ده لعيب كويس، فابتدينا نقعد نشوف ايه الاجراءات ان هو يجي عندنا. اتضح ان هو كان عامل تعاقد مع نادي الصفا اللبناني، هم ناس بصراحه ناس محترمه. ابتديت انا اقرا العقد كويس نشوف ايه الامكانيه، كان في شرط جزائي في العقد قيمه كبيره، ولكن احنا كنا مصرين ان اللعيب يجي فري. الحمد لله ربنا وفقنا في ده، واللعيب ضغط معانا واتكلم مع نادي الصفا ان ده مستقبله وحياته. الناس ما كانش فيه تردد منهم ان هم يساعدوا اللاعب، وعملوا فسخ تعاقد وفقا لسيناريو كنا كلنا متفقين عليه يعني. والحمد لله ربنا وفقنا واللاعب جه وخلصنا التعاقد هناك، وعملنا كشف طبي هناك قبل ما يبقى في اي حاجه في مصر عشان يبقى كل الامور عندنا مظبوط. والحمد لله ربنا وفقنا واللاعب جه. التاشيره اتاخرت شويه، مش تاشيره يعني، الاجراءات الامنيه وده طبيعي يعني. فالحمد لله ان هو موجود معانا، ويا رب يبقى قيمه مضافه للفريق ان شاء الله. فنيا انا ما اقدرش اتكلم طبعا، دي وجهه نظر فنيه كابتن حسام والجهاز الفني، لكن اخلاقيا في تعاملي معاه الثلاث اربع ايام هناك في لبنان مؤدب وملتزم، ويعني مستبشر فيه خير ان شاء الله يعني باذن الله. عنده نادي الصفا كان متعاقد معاه وهيبدا معاه الموسم الجديد، وكان في انديه تانية في البحرين والخليج. طبعا لعيب مش لوحده، اي لعيب تاني بيتمنى يلعب في النادي الاهلي، اكبر نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، فدي بتبقى ده لوحده اغراء كبير لاي لاعب يعني. فهو طبعا فضل ان هو يبقى موجود في النادي، والحمد لله ربنا وفقنا ان جبنا لعيب فري من غير فلوس، ويعني كان عنده تعاقد وربنا وفقنا انهينا التعاقد بتاعه وفسخنا التعاقد بتاعه من غير ما يبقى فيه اي قيمه ماليه يدفعها النادي الاهلي. ربنا يوفقه، هو لعيب على خلق. فنيا ما اقدرش اتكلم تاني زي ما قلت لك، لكن هو لعيب على خلق، ربنا يا رب يوفقه ويبقى حاجة كويسة، ويبقى إن شاء الله مكمل معنا بشكل قوي إن شاء الله.